بزنس اي استراتيجي بلان. هذه اللي احنا حنحصل عليها. كنا قلنا بالمره الماضيه هذه تحصل عبر هذه الخطه، خطه مقسمه الى ثلاث مراحل، المرحله الاولى انالايز اند اسيس، هذه اهم نقطه. لو انا عارف انا واقف فين اقدر احدد انا رايح فين. ايش اللي يربطني في التحديد يا جوزي؟ الامكانيات اعرف فين؟ انا عرفت تماما انا موجود. ايش اللي بيخليني اقول بعرف هناك؟ الامكانيات اللي موجوده، حددوا لي بادجت كبيره، حاله مد رجلي واقول انا محتاج انه الطالب يمشي وكل المعدات معه، كل الريبورتس اقوى معه، كل الايدنتيفيكيشن معه، ما عنديش والله اقول يا الله حامل الطالب بشوف الخضروبة. يعني مين اللي بيربطنا في هذه العملية؟ البادجت والبادجت فقط. لاحظ الاسسمنت بتاخذ أربع خطوات أو أربع خطوات. الأولى البزنس استراتيجي، ما هي الاستراتيجية اللي أنا أعمل فيها؟ تخيل إنه ممكن يكون عندك استراتيجية وممكن اللي داخله سكراتش، يكون عندك شوية تنظيمات. ثانية الاناليسيز للماركت ترندز والبرودكت في الاي بي. هذه بتحكمني في ايش؟ لما اقول انا ايش اوصل كده اشوف هل الماركت ترندز تواتر طلبي؟ مثل ما عملنا في الجامعه نقول والله نشتري نعمل ريبورت لجمهور الطلاب وبعدين نجي نظام فاشل. يعني اليوم هذه كانوا اتصلوا بي كمان كبرت بالعربي شويه فيت جاب اناليسيس هذا مهم لسبب واحد، بيحدد لي الفجوه المرتب. هذه النقطه اللي انا لما اشتري لما تقرا النص ايش تقراه بهذه النقطه، والا على فكره النص شويه متين يعني اللي كتبه بشكل متقن. كنا بدانا بالاستراتيجي، قلنا عندي في هذه الحاله ثلاث مراحل، المرحله الاولى اللي انا كنت ناقشتها الانترنال اناليسيس، انا محتاج انترنال اناليسيس واكسترنال اناليسيس، وبعدين المره الماضيه قدمت الاكسترنال اناليسيس على الانترنال اناليسيس على اساس ان انا ابدا اعرف توجهات السوق والبرودكت الموجوده عشان التحليل بعد ذلك. مع هذه النتيجه تستطيع ان تقودني الى طريقه افضل من ان انا ابدا بالانترنال وبعدين اشوف الاكسترنال. الفورمولا دايركشن هذه ما هي الا كتابه للتوجه، انا اشتي اروح فين؟ هذه فورموليت يعني سياره، انا فقط بصير الاهداف الاستراتيجيه عندي كقدام. حكايه الثلاث هذه هنغطيها في المرحله الثانيه من الخطه، المرحله الاولى فقط بنحلل وضع المؤسسه، والمرحله الثانيه بنشوف كيف نصير هذه الافكار اللي تعتبر خطه. خلي بالك انا محتاج حاجتين، يمكن هنا مش وقت الكلام هذا، لكن انا محتاج حاجتين. لاحظ عشان انتقل من هنا لهنا انا مش داخل اقفز هذه القفزه، اكيد في الطريق حتبدا عندي سم ستيتس اللي بنسميها ترانزيتس ستيت. كل مرحله كل ما غيرت في شيء غير عندي حاجه كبيره. يعني بدات مثلا قلت انا خلال الثلاث سنوات بيكون عندي بيكون في شؤون الطلاب والاحجام الاداريه والمال المالي، بس بدات اولا بشؤون الطلاب، حيتغير الريجوليشن والاستراكشر لهذه المنطقه. وبعدين حيتغير يعني وانا بمشي في تنفيذ الخطه يجب ان احسب التغيرات اللي بتمشي انوال بلانس معايا، الانوال بلانس هي اللي بتحدد فيه. الحاجه الثالثه كانت عندي البلان فور اكسكيوشن، وهذه انا محتاج بلان اساسيه ماستر بلان، وبعدين مانوال بلانز اللي بتعمل لي مانوال بلانز اللي بتعمل لي. الكلام اللي هذه الخطه اذا حبدا من الاناليسيس. في الاناليسيس بدات بالاكسترنال وقلت فيها حاجه الماركت اند دستري ترينز اناليسيس، ببدا بالاكسترنال وببدا لهذه النقطه ان انا اشوف ترينز للسوق ما هي، وما هي بعد ذلك النيو انفورميشن تكنولوجي برودكت، حامل لها تحليل كده، وبعدين بعد التحليل هذا ايش انا بطلع برؤيه واحده، ما هو اللي يفيدني من هذه التوجه وهذه المنتجات، يعني على اساس ان احدد ما هي الحاجات اللي انا محتاجها. عشان كده بعدين حددت اربعه خمسه برودكت
شفت الميزانيه اللي موجوده عندي، وجدت انها مش كافيه. هنا ببدا اضبط العمليه واقلل من طموحي واعمل بريورتيز، ومن اللي اعمل بريورتيز حسسني وامشي حسب الموازنه اللي موجوده. عددنا بعض التولز اللي بتنفع استراتيجي او البيزنس اي تي بيزنس او تكنولوجي، وبعد ذلك حددنا المصادر، وقلنا اهم شيء اللي هي جنريتنج ريل ايدياز الانوفيشن، وبعدين بقيه المصادر اللي هي الانترنال اي تي ومراكز البحث والناس المهتمين والشركات المناظره. ودخلنا في الانترنال اناليسيس وشفنا فيها بعض التغيرات، واهم التغيرات اللي تربطني اللي هي الليجستليشن، خلي بالك من تغيير القوانين. وصلنا الى تحديد نوع الاستراتيجيك جول، وقلنا يجب ان يكون لا يكون عام تماما ولا يكون اوبريشن، ويجب ان يحقق توازن بين الحاجتين، بين البرود وبين الاوبريشنال جولز. اعمل نص يكون فيه توازن بين الاثنين، ما يكونش بيور تكنولوجي في هذه الحاله، لو كان بيور اوبريشنال هذا ما يعتبر استراتيجي، هذا يعتبر قرار اداري لتغيير وضع معين، ولا بد ما يكون له افق واسع. الاثنين بينتجوا لي العباره الزرقاء على تايب اوف استراتيجي يكون از سبيسيفيك انف تو ترانسليت انتو انفورميشن تكنولوجي ريكويرمنت، يعني انه الهدف الاستراتيجي يجب ان يكون محدد بشكل كافي بحيث انا استطيع ان احوله الى انفورميشن تكنولوجي ريكويرمنت، يعني اقول انا محتاج هذا او هذا البرودكت عشان نفذ هذه. وجبنا مثال مشينا بعد ذلك الى الاستراتيجي جول، كيف نحددها؟ قلنا بالاول حنبدا بقراءة الاوريجنال بلانز والدوكيومنتس اللي موجودة عندي، وبعد ما اقرا كلها هي بيطلع عندي تصور، بعمل اجتماعات ثنائية مع كل المهتمين بهذا القرية، حطلع برؤية حصينها في دوكيومنتيشن اسميها استراتيجية جول دوكيومنت، اناقشها مع الادارة العليا ولابد ما اخذ كوميتمنت التزامهم بهذا، والفاينل ستيت بحدد منها الاستراتيجية جولز، وبعدين اعمل فاينلايزيشن اشوف البريود المهم واشوف الكلاريتي والكونسستنسي وامشي الامور بهذه. لكن انه احيانا تطلع ما عندكش استراتيجي، اعمل مع الاداره العليا لان تنتج ما يسمى بالاستراتيجي بلا خطر. اذا ما عندكش استراتيجي ترجع الى مرحله البلانينج، لانه هذا الواقع اللي انت. حددنا الفاليو درايفرز وقلنا انه هذه مثال، لكن عندك في المؤسسه حيكون عندك اشياء قد تختلف قليلا عن هذه وقد تتوسع او تقل حسب الشركه اللي انت تشتغل فيها. وبعد ذلك حبينا نشوف اين كنا واين سنصبح عن طريق استخدام ماك فارلانس استراتيجي جريد. بالوضع الاول حشوف انا وضعي الحالي فين، وبعد ما اتخيل الاستراتيجيه اللي عندي حشوف انا فين، لو حصل تغيير انا ماشي كويس، لو ما حصلش تغيير انا اكيد عندي حاجات كثيره ما اخذتهاش بالاعتبار. وقفنا عند الاسسمنت اوف كارنت ستيت، هذه اللي احنا حنبدا منها اليوم. لاحظ الآن أنا أهتم، أنا هدف الاستراتيجي أهتم في تقييم الوضع الحالي situation as is. أبدأ الهدف منها إن أنا أكيور أو أكتسب حاجتين، understanding to the maturity level of information technology، أشوف أنا لأي مدى ناضج في التكنولوجيا. الحاجة الثانية أحدد أماكن القوة والضعف في الأكاديمية. هذا الهدف الاساسي من ايش؟ وهذا هو الانترنال اناليسيس، يعني انا بطلع حاجتين او بكتسب حاجتين، بعرف بالضبط او بفهم بالضبط انا
لاي ليفل. والشيء الثاني من البروسيسور بشوف البروسيسور من الداخل ايه تعبيك البروسيسور اللي ايدنتيفاي ويك سبوتس اند ايدنتيفاي ويك سبوتس اند اوبورتونيتيز. لا المقصود فيها اماكن الضعف والقوه. صحيح اوبورتونيتيز معناها فرصه ولكن هنا قوه. شوف انا ابحث عن سبوتس. سبوتس يعني نقاط الضعف. ايوه بشوف نقاط الضعف والقوه عندي. ليش هذه؟ عشان ابني استراتيجيه لابد نعرف نقاط الضعف ونقاط القوه وبعدين اشوف الاكسترنال واشوف الاوبورتونيتيز وبشوف الثريتس واحدد ايش اللي بعمله. طيب كيف تتم هذه العمليه؟ انا كنت قلتها قبل شويه ريفيوينج اكزيستنج ديكيومنتس بشوف الخطط والوثائق السوفت وير وثائق البرودكت اللي موجوده عندي براجع كل الدوكيومنتس. ما هي الخطط اللي عملتها؟ هبشيت ما هبشيتش؟ عندي مشاريع قائمه ما عنديش مشاريع قائمه؟ مين اللي تعثر المشاريع وايش حق في المشاريع الماضيه؟ ومين اللي يحتاج تصويت؟ ومين اللي يحتاج توقيف؟ حاجه كثيره اشوفها في هذه مراجعه الدوكيومنتس. الحاجه الثانيه بعمل انترفيو مع ريسبونسبلز اوبريتورز. هذا يجب اكثر الناس اللي عارفين بمشاكل المؤسسه هم اللي بيشتغلوا. للاسف هذه مش معمول فيها عندنا في الاداره البلد حتى كله. يعني بيجي المدير من فوق كده ويشرح قرار تلاقي نفسه في ازمه. ايوه في ازمه. بالاخير النتيجه النهائيه من الحاجتين هذه اللي انا بحقق فيها الاسسمنت انه الاقي كلير بيكتشر اكزيستنج انفورميشن تكنولوجي. يعني انا حققت الجزء الاول، انا فهمت بالضبط ما هو الاي بي اللي موجود عندي. والحاجه الثانيه اوفر فيو اوف ميجر ايشوز اند امبروفمنت اوبشنز. انا اذا عرفت الوضع الحالي وما هي فرص التقدم والى اين ساتقدم. لاحظ هذه حصلت عليها من مراجعات الوضع الثاني، وهذه اكتشفت من نقاط الضعف والقوه. انا استطيع ان احسن في ماذا او لا احسن في ماذا. طبعا اللي بيضبط من الاخير حنعرف اخر الوضع انه الميزانيه مساله مهمه لا يمكن. لاحظ سكسس فاكتور عامل النجاح الاساسي ما هو؟ استخدام استراكشر فريم ورك. الفريم ورك على فكره فيه ميزه انه ما يخليكش تتوه. حتى لو راحت افكارك بعيد تروح قليلا عن النموذج اللي موجود معك، عن اطار العمل اللي انت تشتغل فيه. هذه ميزه على فكره. كل ما وجدت موديل او فريم ورك تشتغل عليه كل ما كان شغلك اكثر ضبط. هذا بيعمل لك ايش بالضبط؟ بيعمل لك كومبرايزز الهيرارشي اوف اسبيكتس اوف اي تي فانكشنز. والحاجه الثانيه بيعمل لك سبيد اب للبروسيس. الحاجة كده دي بيسهل لك الهيرارشي ويشوف محتوى ضمانية. والحاجة الثانية عملية هتكون. طيب هذا الفريم ورك كيف شكله؟ هذا شكل الاي دي فريم ورك عشان انا بعمل اسسمنت للكرنت سيتويشن. عندي الاي دي لاند سكيب. اللاند سكيب عندي الابلكيشن وعندي الانتجريشن بين الانفراستراكشر. هذه الحاجات الاساسية اللي موجودة في اللاند سكيب. في الحالة الثانية استراتيجي ديبلومنت اللي هي في الاي تي بلاننج، اما استراتيجي او عندي بلاننج، ممكن ما يكونش عندي استراتيجي بس عندي بلاننج. الحالة الثالثة هشوف الاركتكشر اوف مانجمنت. كانت الاستاذة بتسالني عن ما هو الاركتكشر، هنجيب تفاصيله ولكن المقصود بالاركتكشر خلي بالك الطريقة اللي موضوع فيها الاستراكشر البزنس والوثائق اللي تسير هذا العمل. هذا الاستراكشر المقصود في الانتربرايز اركتكشر. الحاله الثالثه الاي تي تشينج ريكوايرمنت والسيستم ديفلوبمنت والبروجرام او بروجكت اللي انا بعمل لهم مانجمنت حاليا. هذا كله خلي بالك في اداره الوضع الحالي. يعني البروجكت والبروجرام اللي انا بتحدث عليه هي البرامج القائمه اللي انا بعمل لها. تقول لي طيب انا ممكن اعمل بلانين وعندي بروجكت عادة هذا بيتم. عادة هذا اللي بيتم. يعني بيتم عندي البلانين وفي بروجكت أخرى شغالة. بروجكت ثانية ممكن تكون مش منتهية. الحاجة الثالثة الأوبريشنز وحشوف فيها الأورجنايزيشن
خلي بالك انا مهتم بالاي تي اورجانيزيشن، اورجانيزيشن اوف ذا اي تي اورجانيزيشن. عجبتني العباره دي على فكره، عجبتني العباره لان فيها كلمتين مستخدمتين في معنيين مختلفين. احنا بنسميها ايش يا باللغه العربيه؟ توريه. كان زمان لما بيدرسونا التوريه كان بيعطينا مثال يقول لك داره ما كنت في داره. الكلمة هنا organization معناها الترتيب والتنظيم، والorganization الثانية اللي هي المنظمة أو منظومة العمل للاي تي. الاي تي organization هو department of IT، والorganization الأولى معناها تنظيم هذا القسم. البيلدر اند كونتراكت مانجمنت، على فكرة أغلب الشركات بتعمل حاجة اسمها كاستمر، وبتعمل حاجة اسمها سبلاير مانجمنت، يعني بيكونوا حريصين جدا انه يتعامل مع المشتري مع السبلاير ومع الكاستمر بحرص. هذه دائما الشركات الكبيره بتهتم بهذا، عشان كده تلاقي عندك فيندرز ملتزمين جدا، وتلاقي عندك كاستمرز محترمين جدا لانها تراعيهم. وبعدين الاي تي فاينانس هذا الاخير. اذا الفريم ورك عندي لو انا عمل اسسمنت لوضع حالي، فتش عن هذه الامور. قد تخطر ببالك حاجه ثانيه هنا او هنا. يعني مثلا عندنا هنقول بلانينج، احيانا ما عندناش بلانينج. هناخذ بالاعتبار موقعات قرارات اعتراضيه كذا. صدق المدير قرار واحنا اشترنا. حتاخذ بالاعتبار كل الفوائد او الضفاف اللي مش موجوده عندي في هذا الفريم ورك. هذا الفريم ورك افترض انه العمل عندي مرتب. لو انت استخدمت هذا الفريم الوضع الحالي عندنا